سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. تصل إلى هوليود يوميا آلاف المواهب الجديدة التي تحلم بملامسة المجد في عالم السينما، لكن هناك بالفعل نجوم يهيمنون على الساحة كتبوا قصة مسيرتهم عبر تحقيق نجاح وراء نجاح. ولعل ألمع مثال لهؤلاء النجوم هو الممثل نيويوركي روبرت دينيرو، الذي أتم عامه 75 في 17 الجاري، ويتمتع بمسيرة تفوق 50 عاما في صناعة السينما. ولد دينيرو في نيويورك، أيقونة الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، من أبوين فنانين هما الرسامة والشاعرة فيرجينيا هولتون، والرسام والنحات روبرت دينيرو، اللذان كانا يتمتعان بقدر كبير من الشهرة في الوسط الثقافي بنيويورك. لكن مع انفصال الوالدين كان عمر روبرت دينيرو 3 أعوام فحسب. بدأ الطفل يقضي وقتا أقل مع والده، لكنه ما دأب على مشاهدة الأفلام خلال المرات التي أتيحت لهما الفرصة لقاء. ومن هنا نشأ داخل الطفل حب الفن السابع. كان دينيرو قال خلال مقابلة مع صحيفة ABC الإسبانية: بدأت مسيرتي حين بلغت 10 من عمري، أديت دور الأسد الرعديد في ساحر أوزو في مسرحية مدرسية قبل أن يعزف عن التعليم، متبعا شغفه بالتمثيل لكن بطريقة احترافية. اتجه دينيرو اليافع نحو دراسة التمثيل في ستيل أردر ستوديو أوف أكتين بمسقط رأسه، وبدأ بعد بلوغه 20 من عمره المشاركة في أفلام لبرايان دي بالما الذي ربطته به صداقة وطيدة، واستهل معه مسيرته السياسية بفيلم تحيات عام 1968، والذي يعد بوابته نحو الشهرة، إذ بفضل هذا الفيلم سيتعرف دينيرو على من سيكون قائده في عدد كبير من الأفلام التي شارك فيها. كان هذا الشخص هو المخرج الكبير مارتن سكورسيزي، الذي فاز بفضله بثاني جائزة أوسكار في مسيرته، وكانت لأفضل ممثل عن فيلم راجين بول أو الثور الهائج عام 1908. وقد تعاون الاثنان في أفلام أخرى شهيرة للغاية، منها تاكسي درايفر أو سائق الأجرة عام 1977، خاصة بسبب جملة دينيرو الخالدة فيه: أتتحدث إلي؟ وفاز الفيلم بجائزة الصحفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في فرنسا، وأمثال جود فايلز الأصدقاء الطيبون عام 1990، وكازينو أو الملهى عام 1995. لكن أول جائزة أوسكار لدينيرو كان قد فاز بها عام 1974، حين أدى دينيرو دور الشاب دون فيكتو كورليوني مع المخرج فرانسيسكو بولا في سلسلة العراب أو الأب الروحي عام 1974. إن مسيرة روبرت دينيرو العملية طويلة للغاية، وحسب ما أكد هو في مقابلة مع جريدة الموندو الإسبانية: لن أتقاعد قبل أن يفعل مارتي الشيء عينه. ويظهر هذا الأمر بوضوح في كون أحدث أفلام دينيرو هو إنتاج هذا المخرج لصالح منصة نتفليكس وبعنوان الرجل الإيرلندي. ويستلهم الفيلم أحداثه من رواية سمعت أنك تطلي المنازل للكاتب تشارلز براوند، ويطلع دينيرو بدور فرانك شيران الملقب بالإيرلندي
والذي تنسب إليه 25 جريمة قتل يعتقد أن لها صلة بعصابة المافيا. عملت في هذا الفيلم وجوه مألوفة بالنسبة إلى سكورسيزي مثل جون بيكسي وليوناردو دي كابريو وأيضا الممثل الموهوب الباتشينو. ولم يتقرر تاريخ محدد لطرح الفيلم، لكن مصادر من شركة نتفليكس أكدت لوكالة إيفي أنه سيصل الشاشات عام 2019. وبعيدا عن مسيرته كممثل، يقدم دينيرو نفسه كأحد أوفى مؤيدي الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة، وقد وجه في أكثر من مناسبة انتقاداته إلى سياسة الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب، وكان آخر أقصى انتقاداته ذلك التي وجهها له خلال النسخة الأخيرة من حفل جوائز التوني، حيث كان من المنتظر أن يقيم أداء بروس، لكنه فور نزوله على المنصة وجه السباب إلى الرئيس، الأمر الذي قابله الجمهور بالتصفيق والإشادة. وقبل ذلك كان الممثل النيويوركي دينيرو قد كشف عن رغبته في توجيه لكمة في الوجه إلى الرئيس، وعاد بعد فترة ليذكر بأنه لم يحقق حلمه بضرب رئيس الولايات المتحدة حتى ذلك الوقت. كما سبق لدينيرو أن كان جزءا من لجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2011، ولديه 6 أبناء من 3 نساء، وكانت زوجته الأولى ديانا أبوت، وهي ممثلة أمريكية دام زواجه بها 12 عاما وأنجبت له رافائيل. كما تبنى دينيرو فتاة تدعى دارينا، وكانت ثمرة زيجة أبوت بزوجها السابق. وأقام دينيرو علاقة أيضا مع العارضة توكي سميت، أنجبت له توأما عن طريق التخصيب الاصطناعي ورحم المستأجر، هما جوليان هنري وأنور كوندريك. وكانت زيجته الأخيرة المستمرة حتى الآن قد تمت عام 1997، وكانت المحظوظة هذه المرة هي جيريس هايتو، وهي ممثلة أيضا، وقد أنجبت له طفلين هما إليوت 20 عاما والذي يعاني من ملازمة التوحد، وهيلين جيريس عمرها 7 أعوام وتم إنجابها عن طريق التخصيب الاصطناعي واستئجار رحم. وسبق أن تم تشخيص إصابة دينيرو بسرطان البروستاتا عام 2003، لكنه خضع لجراحة إسئال الورم وتعافى تماما، رغم أنه يتعين عليه إجراء فحوصات كل فترة لتجنب حدوث انتكاسة. أما آخر أعماله فكان ذلك الذي أنتجه توم بوكس أوفيس بعنوان ساحر الأكاذيب عام 2017، ويقوم فيه بدور برنارد مادوف بطل إحدى أكبر عمليات النصب في تاريخ وول ستريت، والذي حقق 64.8 مليون دولار. وتطلع الممثل ميشيل فايفر بدور زوجته. وإجمالا يتم روبرت دينيرو أحد أبرز وجوه عالم السينما في العقود الأخيرة، 3 أو 4 قرن مع ولعه بالتمثيل منخرطا مع أسرته الكبيرة دون أن تتأثر صورته كناشط اجتماعي. ويستلهم الفيلم أحداثه من رواية سمعت أنك تطل المنازل للكاتب تشارلز براوند، ويطلع دينيرو بدور فرانك شيران الملقب بالإيرلندي، والذي تنسب إليه 25 جريمة قتل يعتقد أن لها صلة بعصابة المافيا. عملت في هذا الفيلم وجوه مألوفة بالنسبة إلى سكورسيزي مثل جون بيكسي وليوناردو دي كابريو وأيضا الممثل الموهوب الباتشينو. ولم يتقرر تاريخ محدد لطرح الفيلم، لكن مصادر من شركة نتفليكس أكدت لوكالة إيفي أنه سيصل الشاشات عام 2019. وبعيدا عن مسيرته كممثل، يقدم دينيرو نفسه كأحد أوفى مؤيدي الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة،
وقد وجه في أكثر من مناسبة انتقاداته إلى سياسة الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب، وكان آخر أقصى انتقاداته ذلك التي وجهها له خلال النسخة الأخيرة من حفل جوائز التوني، حيث كان من المنتظر أن يقيم أداء بروس، لكنه فور نزوله على المنصة وجه السباب إلى الرئيس، الأمر الذي قابله الجمهور بالتصفيق والإشادة. وقبل ذلك كان الممثل النيويوركي دينيرو قد كشف عن رغبته في توجيه لكمة في الوجه إلى الرئيس، وعاد بعد فترة ليذكر بأنه لم يحقق حلمه بضرب رئيس الولايات المتحدة حتى ذلك الوقت. كما سبق لدينيرو أن كان جزءا من لجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2011، ولديه 6 أبناء من 3 نساء، وكانت زوجته الأولى ديانا أبوت، وهي ممثلة أمريكية دام زواجه بها 12 عاما وأنجبت له رافائيل. كما تبنى دينيرو فتاة تدعى دارينا، وكانت ثمرة زيجة أبوت بزوجها السابق. وأقام دينيرو علاقة أيضا مع العارضة توكي سميت، أنجبت له توأما عن طريق التخصيب الاصطناعي ورحم المستأجر، هما جوليان هنري وأنور كوندريك. وكانت زيجته الأخيرة المستمرة حتى الآن قد تمت عام 1997، وكانت المحظوظة هذه المرة هي جيريس هايتو، وهي ممثلة أيضا، وقد أنجبت له طفلين هما إليوت 20 عاما والذي يعاني من ملازمة التوحد، وهيلين جيريس عمرها 7 أعوام وتم إنجابها عن طريق التخصيب الاصطناعي واستئجار رحم. وسبق أن تم تشخيص إصابة دينيرو بسرطان البروستاتا عام 2003، لكنه خضع لجراحة إسئال الورم وتعافى تماما، رغم أنه يتعين عليه إجراء فحوصات كل فترة لتجنب حدوث انتكاسة. أما آخر أعماله فكان ذلك الذي أنتجه توم بوكس أوفيس بعنوان ساحر الأكاذيب عام 2017، ويقوم فيه بدور برنارد مادوف، بطل إحدى أكبر عمليات النصب في تاريخ وول ستريت، والذي حقق 64.8 مليون دولار. وتطلع الممثلة ميشيل فايفر بدور زوجته. وإجمالا يتم روبرت دينيرو أحد أبرز وجوه عالم السينما في العقود الأخيرة، 3/4 قرن مع ولعه بالتمثيل، منخرطا مع أسرته الكبيرة دون أن تتأثر صورته كناشط اجتماعي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.